أقيمت في محافظة الكرك نهائي بطولة كرة القدم الخماسية للشباب، وشارك فيها عدد من الأندية. لنتابع التقرير التالي من الكرك. تحت رعاية سعادة النائب بسام البطوش، اختتم في جامعة مؤتة البطولة الرمضانية لكرة القدم الخماسية بمشاركة العديد من الأندية الشبابية في محافظة الكرك. وقد اختتمت البطولة بجزئين، الجزء الأول للناشئين تحت سن 17 والجزء الثاني للشباب فوق السن 22. أنا سعيد جدا بهالطاقات الشبابية الموجودة في المحافظة، وأتمنى أن تلقى الدعم والرعاية من المؤسسات الشبابية، من مجلس الأعلى للشباب، من مؤسسات المجتمع المدني. وشكرا جامعة مؤتة أنا بتوفر هذا الفضاء اللي يعني متاح أمام الشباب، بتوفر مرافقها وبتفتحها أمام الأندية الشبابية. كل الدعم للأنشطة الشبابية إن شاء الله، وهاي الطاقات يعني إحنا هي استثمارنا للمستقبل وهي رأس مال الأردن الحقيقي. تهدف مثل هذه البطولات إلى تنمية قدرات الشباب واستغلال طاقاتهم بالشكل الأمثل، بما يعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع بشكل عام، حيث أن توقيت مثل هذه البطولات يأتي ملائما نوعا ما في ظل الفراغ الذي يعيشه أبناءنا الطلبة في العطلة الصيفية. الحمد لله رب العالمين، اليوم كانت ختم البطولة بنجاح ومستوى فني ظهر فيها رائع جدا. ما قصروا الشباب الكبار وكمان الصغار، كان عندنا بطولتين، احنا بطولة ناشئين وبطولة كبار. الحمد لله رب العالمين انتهت على خير وسلامة. من اللاعب احمد خالد البطوش، ناشئ في نادي الطيبة. بشكر الكابتن علي وبشكر الدكتور وسام وبشكر كل من ساهم في نجاح هذه البطولة. أول شيء حابين نشكر كل من ساهم في نجاح هذه العمل أو هذه البطولة. شغلة ثانية، كان في للبطولة أهداف، والحمد لله رب العالمين بنسبة كبيرة تحققت هاي الأهداف. بالنسبة لفريق نحن تأهلنا للمباراة النهائية لكن ما حالفنا الحظ، صرنا بنتيجة 4-3، لكن الحمد لله كان أداءنا ممتاز في هاي البطولة. هي عبارة عن أخطاء بسيطة حدثت، وإن شاء الله نتلافاها في البطولات الجاية إن شاء الله. اختتمت البطولة بتوزيع الميداليات على مستحقيها، وقد حظي بالمركز الأول عن فئة الناشئين نادي نمور الطيبة، وحصد نادي محي المركز الثاني، وعن فئة الشباب حصل على المركز الأول نادي شباب مرود والثاني شباب الربة. يذكر هنا إن هذه الأندية وغيرها بيئة جيدة ومتنفس للطلبة في العطلة الصيفية، عوضا عن إمكانية تطوير أصحاب المهارات والإبداع منهم والاستفادة من طاقاتهم في المسيرة الرياضية الوطنية.